مبسوطة بالدورة؟ اها كثير؟ لا لا كثير اصلا. اه كثير هيك مع رفقتك وبتاخذ قرآن كثير مبسوطة هون؟ بكره بتجي مع اصحابك؟ مين اصحابك هون؟ عندي مليان مليان اصحاب؟ ايه بعرفش اعد. افتتحنا الدورة لهالصيفية والحمد لله كان الإقبال ممتاز، يعني أكثر ما توقعنا من مغتربين ومن أهل البلدة. مغتربين من أين إجيكم؟ من البرازيل، من أمريكا، من دبي، من الإمارات. الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو الساعة الصبح سيارات كثير قدام المسجد، شوف هاي هذا شوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احترامات حاج عدنان، كيف الحال يا صباح الخير؟ إذا ليش نصور هذا ال دائما أبو بلال يسبق الحدث. الله يبارك فيكم، الله يجزيكم الخير، وهذه أهم حدث. ها دورة تحفيظ القرآن. ما شاء الله. شوف هي دورة تحفيظ القرآن. السلام عليكم. كيف الحال؟ السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بخير. شو هاللزينة الحلوة هاي، شوف هاي شغالة؟ هيا الدكتور الكريم، الله يبارك فيك، الله يحفظكم يا رب. حطينا كل حاولنا نستقبل الشيخ حسين الصيفي من بعد أن استقبل طلاب دورة القرآن لهذا العام 1424 هجري. تجرى هذه الدورة مع كل صيف، والحمد لله عاد أبناؤنا وبناتنا إلى بيت الله عز وجل كما في كل صيف، وجزى الله خيرا جمعيتنا ومن يمد يد العون لها وكل الآنسات والأحباب الأساتذة الذين اعتدنا أن تكون أعمالهم في خدمة القرآن حسبة لله عز وجل، أن تكون أعمالهم حسبة، يعني لا يبتغون في ذلك أجرا. وأنا كنت أقول لأبنائنا وبناتنا الصغيرين هلأ إنه هلأ أنتم عم تتعلموا، وبيجي يوم من أيام بكرة بتعلموا قرآن مثل ما كانوا هلأ عم بيعلموكم، كانوا بالزمانات جزء من دورات القرآن الكريم، وهم اليوم عم بيعلموا بفضل الله سبحانه وتعالى. نحن بدنا نقول لأخواننا المقيمين والمغتربين، المغتربين يلا ابعثوا لنا أبنائكم لنحطهم بدورة القرآن، وأبنائنا وإخواننا المغتربين بدك تتعاونوا مع الأساتذة لحتى تكون النتيجة أحسن، كل ما بيتابع الطالب في البيت تكون نتيجته أكثر. ستكون إن شاء الله الدورة حوالي شهر ونص، عندنا 3 أسابيع قبل العيد و3 أسابيع بعد العيد، وإن شاء الله نرى من هؤلاء الأبناء والبنات حفظة لكتاب الله عز وجل. اليوم المسجد مع إطلالة يوم الاثنين المسجد يفرح بأبنائنا وبناتنا، ونحن نفرح بمسجدنا وأبنائنا وبناتنا، حيث يجمعنا مسجدنا على مائدة القرآن الكريم. والشكر الكبير للشيخ حسين الصيفي اللي جاي اليوم يوثق هذا المشهد مع الأبناء والبنات إن شاء الله. الله يبارك فيك ويجزيك الخير، شكرا لله سبحانه وتعالى أولا ثم لكم، يعني ما شاء الله عنكم دورات القرآن في البقاع كلها الحمد لله، مراكز القرآن الكريم تنتشر في البقاع، عندنا ما يزيد الحمد لله صار على 150 حافظ وحافظة مجازين، أما الحفاظ فهم أكثر بذلك الحمد لله. وأنا كنت أقول الآن للصغار من يحفظ ويجد ويجتهد سنتابعه بإذن الله بقية العام حتى يكون حافظا أو حافظة لكتاب الله إن شاء الله. الله يجزيكم خير، الله يبارك فيكم، وسنعود إلى عملنا بالأزهر، نحن كمان تركنا الأزهر وجينا ورجعين على الأزهر، من العمل إلى العمل، رحت على الأزهر ورجعنا والآن إلى الأزهر ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بدارة دورة القرآن الكريم في قاعة مسجد السلطان يعقوب، كما ترون الأحمر متفاوتة. تحفظ القرآن؟ هي تحفظ القرآن؟ ما شاء الله. ويعني في الدقائق الأولى واللحظات الأولى بدأت الحلقات تتكون تدريجيا. والفرحة على وجوه الأطفال والأبناء. السلام عليكم، كيفكم؟ مبسوطين بالدورة؟
كثير؟ بدك تحفظوا قرآن؟ ما شاء الله. شو اسمك؟ دانيا. شو وانت شو اسمك؟ دالين. دالين؟ نعم ما شاء الله. إبراهيم أبو غضايب. الآن يتم توزيع توزيع الحلقات. علي محمد عبدوني. بالأسماء. علي. مبسوطة؟ علي صالح. بتدرس القرآن؟ أحلى شيء مش هيك؟ بتحفظ القرآن السنة هيدي؟ ومع رفقتك؟ مبسوطة مع رفقتك؟ انت مبسوطين مع رفيقتك؟ صحيح؟ محمد خالد الوان. شو الحجاب الحلو هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله، كلكم حلوين ما شاء الله عنكم. مع مس فاطمه. طيب نحن هون مع مجموعة أسماء العرة، وعندنا هون البنات الحلوين. انت شو اسمك حبيبتي؟ آية العرة. ما شاء الله. مبسوطة بالدورة؟ لا بتشوفي رفقتك تحفظي قرآن ان شاء الله. انت شو اسمك؟ ليلى. ليلى. والنعم ليلى شو؟ سعدي. والنعم جاد أسامة جاروش. ما شاء الله. أنت بنت أحمد صح؟ بنت أيمن. بنت؟ ما شاء الله. يوم أول يوم بعدنا. شو السلام عليكم. وعليكم. كيفك؟ محمد. شو اسمك؟ عمر. عمر والنعم. السلام عليكم. شو اسمك؟ محمد. شو؟ عباس. عباس والنعم. ألان اسمي فوزي العرة. والنعم منك ما شاء الله. أحمد شو؟ اسمي آدم صالح. والنعم. شو عندك البرنامج بالدورة؟ شو بدك تحضيهم؟ إن شاء الله جزء عامة من النبأ للمطففين. ما شاء الله. الله يبارك فيك ويعطيك العافية. بلا صورة مش العافية. أنت حفظان جزء عامة؟ جاي حفظان ما شاء الله. ما شاء الله. لكن بتعلم وبتساعد المعلم. ما بده يعلمني. شو؟ اجت الكاميرا. شو عم تحكي؟ ولا شيء؟ كما ترون الفرحة على وجوه الأطفال. سبحان الله، يعني هذا السر العجيب بالسكينة والفرحة بالقرآن الكريم. كيفك عم حسين؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله الحمد شو لله. شو عم تعلمين؟ شو كنت عم تقولي؟ نحن عندنا هون الاجانب عم حسين. الاجانب؟ ايه بدنا نبلش نطيل على الاحرف كلياتها مزبوط. ما شاء الله. نبارك للقائمين على هذه الدوره من علماء ومشايخ وانسات ومتبرعين وجمعيه وكل من ساهم في هذه الدوره المباركه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم الأجر والعافية والمغفرة والخير في أهلهم ومالهم وذويهم، اللهم آمين، وكل من شارك فيها. هذا حسين بن علي الصيفي من قناة
حسين صيفي تي في. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.